ما حال أبي وهو ينظر إليه مقطع بالسيوف إربا إربا. هذا اليوم يطلع الولد بأبي وأمي شباب. تقول سكينة لما طلب الفراز علي الأكبر من أبي الحسين دارت عين الحسين في أمي راز. وعليك أنت جنابك تتصور هاي المصيبة شلون الحسين هاي يأذن للولد هذا. تقول سكينة وكان الحسين إذا استأذن منه الفارس يودع على باب المخيمات ثم ينصرف الفارس. إلا أخي علي الأكبر أين المنادي وعلي تقول إلا علي الأكبر أخذ بشكيم الفرس الحسين وأخذ يقود الفرس إلى أن وصل إلى القوم ونادى بحرقة قلب الحسين ينادي مفجوع على الولد أبو علي وإذا به ينادي يا ابن الساعد قطعت رحمي. قطع الله رحمك وذبحك على فراشك عاجلا. تقول سكينة وترك الحسين علي رجع إلى الخيام. لا والله وقف على باب الخيمة ينظر إلى حملات الولد يمين وشمال وهو يناديه إن ولدي علي. ويقول جد زينب وقفت على يمينه رمل فضاد رمل ابن علي الأكبر ليلى وقفت وضعت وجهها في وجه الحسين عليه السلام. وكل ما تهلل وجه الحسين بأبي وأمي ليلى اطمأنت إن الولد بعد موجود. لكن لا تسلي إيد الحسين خلينا وينهم خلينا بيت زينب عليه السلام. وما بينما الحسين هكذا رفع اليد من يدين وهو ينادي وولده ليلى صرخت وولده زينب نادت وولده سكينة نادت وأخاه. قالت أبا عبد الله أصيب ولدي بسوء. الشباب صاد شيء أبو علي قال لا لا يا ليلى يا ليلى ولكن برز إليه من يخاف عليه من هذا البطل يعد بأن فارس. والولد شباب بعد يا ليلى وأخاف على الولد من هذا الشقي. قالت أبو علي ادعو العلي الأكبر يرجع أنت ابن الزهراء أنت ابن رسول الله خليه يرجع أشوف أبو علي. قال لا لا ليلى أنا قدمت الولد فداء إلى السماء فداء إلى الدين الولد. قالت أبو علي عندي حيلة أرجع الولد أكو وسيلة. قال لي نعم يا ليلى سمعت حديثا من جدي يقول دعاء الأمهات في حق أبنائهن مستجاب. تقول ليلى فدخلت إلى خدري ومددت يدي اسمح لي جنابك هذا ناموس الحسين عليه السلام هذا أرض الحسين. ما أقدر أوصف لك شلون صار لا لكن أقدر أقول دخلت إلى خدرها مدت يديها إلى السماء ونادت إلهي بعطش الحسين إلهي بغربة الحسين إلهي بوحدة الحسين يا رب يوسف عنها يعقوب أرد ابني ولدي علي سالمة أرد أحجوية دعاء شتنا الخيام تصيح يا رب ارحم ارحمي وسلم لي عدين الروح شبه المصطفى الغالي إلى الله توجهت والعين عبرة والجبد حرة ومدت ايد لله وعيد بيها تكفكف العبرة يا رب تسمع الوسيلة شوجهت ليلى إلهي بجاهل انطبى الراس وطاح بمسجد الكوفة بحسين وعطش شبكة وبالعباس وجهه
معك وسيله غير هذا يا ليلى؟ قالت بلى. شنو الوسيله؟ قالت بجاه اللي حصر هالباب وتكسر طلع منها. هذه وسيله يرد يا الله انت توجه الاذن الله عز وجل بزر. شو يردك؟ لا ما يردك يا اخي. بجاه اللي حصر هالباب عليها إلى المنادي وعليا إلى المنادي وسيدا. أما ما كان من علي الأكبر فصرع ذلك الشقي واحتز رأسه ورجع إلى الخيام وهو ينادي يا بصير الملوك فعالب وأرانب فإذا برست بصيد الأبطال أباب يا حسين الجائزة رحمه الله. يقول فلما نظر الحسين إلى علي الأكبر بهذا المستوى من الظما قال بني ضع لسانك على لساني. يقول علي الأكبر فوجدت لسان أبيك الخشبة اليابسة من شدة العطش فصرخ الأكبر وعطشا. سكينة إلى الحسين ما قدرت تتحمل تشوف أخوها بالعطش هذا. قالت له أبا هذا علي الأكبر في يوم من الأيام طلب منك شيء من العنب وأنت أعطيته إياه بقدرة قادر. أبو علي ما تقدر بقدرة قادر بعد تنطيه ما إلى يموت علي الأكبر. قال تعالي بني. فأخذها إلى خنف الخباء فغرز السيف في الأرض فبعث الله الماء. قال بني اشربي ولكن تظمى شيعتنا يوم المحجر. أين المنادي وسيدا؟ أين المنادي وعليا؟ أما ما كان من حال علي الأكبر بأبي وأمي دخل إلى خيمة ليلى للخيمة إلى خيم النساء يدور أم أين أمي ليلى. دخل علي الأكبر إلى خيمته وإذا هي ممددة صرخ علي لقد ماتت أمي. حركها وإذا هي مغمى عليها أخذ رأسها وضعه في حجره فأخذت تتقاطر دموع علي الأكبر على صحن خوي خدود ليلى. أفاقت ليلى رأسي في حجر من؟ أنا ولدك علي يا أمه. الحمد لله الذي ردك علي سالما. اجلس بني يحدثك بحديث. قال حدثي يا أمه. فوالله لقد حلى وقت الحديث. أنا رايح أطلع من الدنيا يا أمه. رايح ما أسمع صوتش يا ليلى بعد الساعة دي. حدثيني يا أمه أين الصارخ وما عليها.
النساء كل واحدة عندها راس وراسين. أم البنين تتقدم إلى الزهرة بأربعة روز يا ولدي. حليلة الأمنة تتقدم براس القاسم، الرباب حتى براس الرضيع اللي تقول هذا رضيع انقدر يا زهرة. بس أنا أتقدم يا راس ولدي حسين، قال أما شعبتي قلبي تقدمي براسي. وودعها علي الأكبر أراد أن يخرج من الخباء، وإذا بالنساء قد تعلقن بأغيال علي يمينا وشمالا. قالت يا ولدي علي امشي بين الخيام هنا، خليني اشوف المشي ولدي علي، خليني اتزوج من هذه المشي ولدي علي. ثم الزمته بابي وامي، التفتت الى الحسين قالت له ابو علي خل علي الاكبر ياذن بين النسوان وبين الخيام، خلينا نسمع صوت ابو علي، خلينا نفارق من علي الاكبر شيء عمراني. زمان رفع الاكبر صوته نحن وبيت الله أولى بالناس.
يقول حميد فخرج الحسين مسرع الى ناحية المعركة حتى وصل الى جسد علي. اريدك وياي هذا بيت الختام حسن كدعا خلاص خلصت نصيبه بعدها. وصلنا الحسين الى جسد علي الاكبر يقول نظرت اليه وضع خده وعلى خده صراخ الحسين من المعركة إلى المخيمات. دخلت على زين العابدين قالت لبني ترى أبوك عن جزعن وعنده عند جسد أخيك علي الأكبر. أخاف الحسين يموت على الولد تأذني بالخروج. قال بلى يا عم. فخرجت زينب تنادي وعلي. قام الحسين بأبي وأمي خلى الولد طلعت العزيزة. اليوم يرجعونا بس باجر ما ادري من يرجع زينب. باجر من يرجع اذا صفت الحسين بابي وامي. قام الحسين وارجع زينب. زينب بحق ابيك بحق امك لا ما عبتي الى القيام. يا كوكبان ما كان
كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار يا الله. اغفر ذنوبنا استر عيوبنا نفسهم ونا اقضي عوائجنا شاف مرضانا فك أسرانا رد غربائنا سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم احفظ زوار الحسين وردهم سالمين غانمين. احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا في اهلهم ومن يلوذ بهم الى اموات المؤسسين واموات الحاضرين ومن معهم.